متابعينا الاوفياء، صباح الخير عليكم. مجوهرة غزة عند زكريا تعود لكم من جديد، وهذه المرة اشياء اخرى مختلفة على لي فيديو الاخرين. هذه المرة جبنا لكم يلا منظمة ديال النقرة، منظمة النقرة الحرة 925 مشللة بالذهب، كتجي في اللبسة ومطروزة بواحد الحجيرات في الخضر، فيها واحد الحجيرات خضرية، يا سلام كيجيو روعة في اللبسة. خصها غير شي تكشيطة وشي مناسبة وبصحة وراحة. غندوز لكم شي شوية، ندير لكم واحد الفيديو خفيف عليها حيت ما جاونيش منها عدد كبير، جاوني منها غير جوج منظمات فيها واحد الخدمة اللي خطيرة جدا، ما تفرقش بينها وبين ديال الذهب. هانتوما نحاول نعطي لكم بعدا تشوفوها مزيان من القدام، ونقطع قبل ما نقطع الفيديو نخلي لكم المعلومات ديالنا. حنا مجوهرة غزة عند زكريا اللي كنتواجدوا في رقم واحد زنقس موسكو احدى في ازرو، وهذه المره قولوا لنا بصح كارت فيزيت راه ماشي هذه اللي كانت، راه درنا لكم هذه المره فيها لوكاليزاسيون ديال المحل باش اللي جا نصوروا له غير لاكارت فيزيت، ولا اللي الناس اللي ديجا خداو لي كوموند وبغاو يجيو عندنا المحل لوكاليزاسيون هي هذه، راه صيفطنا لكم فيه. اي واحد هذا شي كوموند راه كنصيفط له لاكارت فيزيت باش نهار يجي لازرو يعرف فين كيتواجد المحل ويجي له ديريكت. مرحبا بالجميع. المهم نرجعوا للمنظمه ديالنا الفنه الغزاله مولات الحجيرات العوينات خضر، هانتوما شوفوا على خدمه فيها، يا سلام. نحاول ندوز لكم بيت بيت باش تشوفوا الشكل ديالها كي داير، شي حاجه الصراحه الله غزاله. شري منظمه النقره مشلله بالذهب، وتخيل راسك بهادي، تخيل راسك انك لابسها ذهب النيت، حيت الخدمه ديالها ما تفرقهاش بينها وبين ديال الذهب، شي حاجه غزاله. وحتى في الميزان شي حاجه ثقيله ماشي. نحاول نجمع لكم دابا كامله، دورت لكم فروقه نجمع لكم باش تشوفوها كي دايره. منظمة الصراحه الله، يا سلام تستاهل. الى عجبتكم ما تنساوش البنات تعطيونا اكبر عدد ديال لي جيم، اللي عجبتو هاد المنظمه يخلي لنا جيم او كومونتير في الصفحه ديالنا. ها هي غنعطيكم الوزن ديالها شحال فيها من غرام، ونقول لكم شحال ساويه، ولا نخليها لكم سوربريز اش بان لكم، نخليها لكم اللي بغى يتصل بيا في الواتساب ولا نقول لكم الثمن ديالها. غنعبروا بعدا شحال فيها من غرام، فيها يا لالا ويا سيدي 261 غرام. هاد المنظمه الغزاله فيها 261 غرام، نعطيكم الثمن ديالها 261 غرام، ولا خليها خليها اللي بغا يخليها لي، اللي بغا الثمن ديال هاد المنظمه يخليها لي في ميساج، ولا في ميساج في الواتساب النمره 0621 24 0 46، ولا يخليها لي في كومونتير. يلاه مرحبا بالجميع، نهاركم مبروك، وانتظروا ان شاء الله اللايف راه غيكون في هاد الاسبوع. تهلاونا في راسكم.